أقدم إسعاف في الشرق الأوسط، أقدم إسعاف في إفريقيا. هتقول لي أكيد يا يوسف في مصر، هقول لك لا، هو مش بس في مصر، هو في اسكندرية تحديدا. 1902 اتعملت الإسعاف عندنا في محافظة اسكندرية، ومن اسكندرية بدأ الإسعاف يتحرك ويمتد إلى باقي المحافظات المحيطة. الفكرة يعني الحقيقة حلوة كانت وقتها، والأحلى دلوقتي أنه بدأ يتعمل لها شكل من أشكال التوثيق، فتعمل لها إنشاء لمتحف خاص في اسكندرية. هيئة الإسعاف عملت متحف خاص في اسكندرية في أواخر ثمانينات القرن العشرين، وحطوا في المتحف ده أول عربية استخدمها مرفق الإسعاف في اسكندرية، اللي هو بطبيعة الحال أول عربية في الإسعاف في مصر، أول عربية في الإسعاف في إفريقيا والشرق الأوسط. واتحطت بقى صور للمسعفين والمسعفات الأول اللي تطوعوا في إنشاء هذا المرفق. فين بقى؟ في كوم الدكة في وسط اسكندرية، أرض سيد درويش. تقرير وفاصل ونكمل الكلام. بداية ظهور جمعية الإسعاف المختلطة. جمعية الإسعاف المختلطة دي بقى فيها ثلاث حاجات. إيه هما؟ الإسعاف وبنك الدم والمشرحة. عشان كده لما جت الكوليرا سنة 1902 بدأ الناس يفكروا هم عايزين يعملوا حاجة سامية. طب مين اللي كان بيشتغل هذه الشغلانة؟ هم النبلاء، هم الناس المثقفين، هم الناس علية القوم، هم دول الناس اللي كانوا بيفكروا ازاي ان هم ينقذوا حياة الناس. وينقذوا حياة الناس ما هواش بالكلام، لا، ده بالكلام وبالمجهود وبالفلوس وبالدعم. لغاية الخديوي عباس حلمي، الخديوي عارف قيمة هذا الكيان، فبدأ يتبرع بفلوس، وبدأ يتبرع كمان بالعربية الملكية بتاعته، وبدأ يزور كمان الإسعاف. إسعاف اسكندرية هي إسعاف تم إنشائها في تاريخ مصر أصلاً 1902. من 1902 كانت أول إسعاف في مصر وفي الشرق الأوسط تقريباً. طبعاً تسلسل طرق النقل وطرق نقل المصابين كان شيء شاق جداً. من أول مكان نقالة، التطور بعد كده لحد دلوقتي، احنا عندنا هنا دلوقتي بقى في اسكندرية، لحد ما وصلنا ان احنا عندنا احدث عربية اسعاف في العالم، فيها جميع الاجهزة، مسعفين مدربين على اعلى مستوى. لوح كتير دي احنا ما فرطناش، زي ما قلت لحضرتك احنا ما فرطناش في حاجة خالص، من اول تمثال مؤسس الاسعاف، من اول فرق التطوع اللي صورها موجودة دلوقتي، صور المؤسسين، صور قادة اللي كانوا ماسكين منظومة الإسعاف. هي كانت اسمها المستعجلة، يعني عارف، ما كانتش لها هيئة ولا كانت حاجة كده، إسعاف معمول لله زي ما بيقولوا. يعني أتكلم حضرتك على تاني عربية إسعاف، دي كانت اتصممت سنة 1904، وهي عبارة عن جزء منها حديد وجزء تاني خشب، كان المريض بيتحط فيها من ورا، واللي كانت بتتجر عن طريق الناس المسعفين كانوا بيجروها بيه. التطور اللي بعد كده في عربية تانية بقت بحنطور الحصان هو اللي بيجرها، وفي بعد كده بقى في موتوسيكل، واخدت تطورات بقى بعد كده، بقى في عربية تانية لغاية ما بقت اللي وصلنا للعربية الحديثة.